هذه كلامه من أن الإمام مسلما أيضا يحتج بالمرسل أو ماذا قلت؟ لا لأن الاختلاف كثير من الأحيان يكون من اختلاف التجارب وليس اختلاف التنوع. فالذي يقول الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به يعارض معارضة تامة، قال من يقول الحديث المرسل صحيح يحتج به. فلا يمكن التوفيق بين هذين القولين المتعارضين، لأن هنا لابد من المصير إلى الترجيح. والترجيح ذكرت لكم أنه مبنيان أو طريقان. الطريق الأول الاحتجاج بقول آية اختصاص، فما دام أن آل الحديث يحتجون بمرسل فقولهم أرجح من قول الفقهاء. والشيء الثاني الذي قلته هو أنه يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل أن يحتجوا بمرسل من جاء في آخر الزمان. على هذا التسلسل لماذا يحتجون بمرسل التابع؟ لأنه ثقة. إذن فليحتجوا بمرسل تابع التابع لأنه ثقة. إذن فليحتجوا بتابع تابع التابع لأنه ثقة. إذن فليحتجوا بقول كل مشايخ اليوم على المنابر، قال رسول الله وأهل الاتصال في العلم يقولون هذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قلنا يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل الأخذ بأحاديث صحيحة الإرسال، ولكن لا يكون بها مسلم، أو على الأقل ينبغي أن يكون بها مسلم. وضربنا على ذلك مثلا حديث غرانيق. ولعل الاخوان يعلمون ان لي رساله خاصه في قصه غرانيق سميتها مسلم لغرانيق لنفسي قصه غرانيق. فهناك ذكرت طرق هذه القصه وفيها بيان مخارج هذه الطرق المرسله الصحيحه في السند. ومثال اخر يلزم بسنه خاصه المالكيه الذين يحتجون بالمرسل ومع ذلك فهم لم يأخذوا به، فهم ما أخذ به الخلفية بناء على مذهبهم بالاحتجاج بالمرسل، وهو أن البحث في الصلاة يمكنها ويفسد الوضوء في آن واحد. فهل أخذ بهذا الحديث المالكية؟ لا. القائلون بأن الحديث مرسل حجة؟ نعم. لا راجل، مع أن هذا من مرسل أبي العالية وهو تابعون يستند إليه صحيحا، وأئمة الحديث لم يجدوا طريقا لرد هذا الحديث إلا بقولين مرسلين. هذا هو. ومن يصبر تعليم أو إعلام أئمة الحديث في كثير من الأحاديث لا يجد في هذا الكثير من الحديث كما قولهم وقنعوا فلان وارسله فلان فهو ضعيف لا يحتج به، لان الذي ارسل هو ثقه. اذن لا يحتج بحديث مرسل عند علماء الحديث، وكذلك ينبغي ان يكون مذهب كل جالس لهذا العلم من الاسباب التي سبق ذكرها. على هذا قول المحدثين لأنهم أهل اختصاص ولأن الحجة العلمية معهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، قولهم أرجح من قول المخالفين غدا من يقول في علم الآخرين. وقول الشافعي كما قلنا هو فيه تحرير في الواقع من الاحتجاج بمرسل معين، وهو إذا ما جاء من طريق أخرى موصولة. قال في بعض ما ورد عنه قول مرسلا، ولكن
استفدت فائدة نقلوها عن الإمام الشافعي وهو دقيقة. بشرط قال: يتطول مرسل إذا جاء من طريق أخرى مرسلا. بشرط أن يكون المرسل الأول اسمه غير مرسل الشيخ الآخر. ونكت في هذا شرط دقيقة جدا، وهو خشية أن يكون الواسطة الساقطة من كل من المرسلين هي واحدة، كل منهما أخذ عن واسطة واحدة، لنأمن هذا الاتحاد مع المرسلين بالراوي واحد، لنأمن ذلك ينبغي أن يكون كل من المرسلين معروف في ترجمتهما أن شيوخ كل منهما شيوخ غير الأصحاب. هذا أمر دقيق جدا، ولكنه فتح أمامي علما أقول لم أجده مسطورا فقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وهو عدم الاحتجاج بالمرسل إطلاقا ولو جاء من عدة أساليب وطرق، ولو جاء عن مرسلين كل مرسل شيوخه غير شيوخ الآخر، وذلك لا احتج به. أفادني هذا كلام الإمام الشافعي المذكور آنفا. وبيان ذلك، إذا كان الإمام الشافعي يقول بأنه يحتمل أن يكون الشوخ الذي سقط هو شوخ واحد، فينبغي أن نعرف أن الشيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر. هذا ممكن ما دام المرسل مسمى اسمه، يمكن بالرجوع الى ترجمته ان يكون شيوخه غير شيوخ المرسل الاخر، ولكن اليس من الممكن ان يكون شيخ هذا الساقط هو غير شيخ الساقط من غير الاخر، لكن هذان يلتقيان بشيخ واحد كان بعدين معذور هذا. فما دام هذا يحتمل كان على احتمال يسقط الاستدلال. بعد ان لعله وضح لكم هذا الاخير، ولو كان عندنا ما صورناه لكم، ولعله بعدكم يعطينا ورقه ويكبر الصوره. ترون في الاسفل دائرتين، كل دائره تمثل مرسلا، ثم ترون فوق الدائرتين دائرتين اخرين اصغر من الاولين، كل من الدائرتين العلويتين تمثل شوقا لكل من المرسلين. ونقول الان عرفنا ان كل من المرسلين شوقهما شوق كل منهما غير شوق الاخر، إذا قطعنا أن هذا الشيخ وغير هذا، لكن ألا يحتمل أن هذين الشيخين ساقطان، وافترضنا هنا أنهما شيخين متباينين، ألا يمكن أن يلتقيا في النقطة العليا؟ أو شيخ واحد، وهو الشيخ الواحد هو بالعالية مجهود أي نعم. فإذا عادت رواية مرسلين بهذه الصورة إلى مرسل واحد وهو موجود صواب العالم صواب العالم صواب. ولعل ممن شاي على فهم هذا التعليل الذي أقول ما رأيته، لكن المنطق السليم للاستناد إلى إمام الشافعي يساعد على هذا، هو لماذا لا يحتجن هذا الحديث بالمرسل بالمرسل أو المرسل؟ قال الحافظ أبي الحجر العسقلاني، قال لأنه ثبت لدينا بالاستقراء أن المرسل يروي وهو تابعي يروي عن تابعي مثله، وتارة تابعي ثالث مثله، وتارة تابع رابع وخامس وسادس، يعني وجدت بعض الأحاديث
هو من طريق سابن قال حدثني فلان وهو سابن قال حدثني فلان وهو سابن وهذا خمس ست من السابن هي أطلقان بتسلسل بتسلسل بعض عن بعض وحينما يأتينا حديث مرسل عن سابن قال رسول الله لا ينبغي أن نفترض رأسا أن نفترض هو الصحابي لا ينبغي أن نقول عن سعيد بن المسيب حتما سمع هذا الحديث من صحابي والصحابة كلهم موجود فيكون حينئذ الحديث صحيحا لأنه يحتمل أن يكون هذا التابعي قد تلقاه عن تابعين آخر مثله وإذا كان أمر كذلك وهذا مستند فهذا التابعي ممكن أن يكون ثقة في واقع أمره وممكن أن يكون ضعيفا أو مجهولا فعلى الاحتمال الأول أن يكون ثقة يحتمل أن يكون هو أخذه عن ثقة عن تابعي الآن فإن قال فيه نصيبة الثاني يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا فهو الاحتمال الأول يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي الرابع وهكذا بعض الجماعة الاحتمال يكتب الاستدلال ما زال أنه الأمر كذلك فهذان الشيخان لكل من المرسلين ممكن أن كل منهما أخذ عن رأي واحد وهو الذي خشيه الشافعي إنما اشترط أن يكون هناك كل من المرسلين يخالف الآخر نهاية الآخر لذلك ينتج معنا أخيرا أن الحديث المرسل لا يصح بوجه من الوجوه أن يحتج به إطلاقا ولو جاء من طرق متعددة بخلاف ما لو جاء موصولا إذا جاء موصولا ومن طريق أخرى غير المرسل الأول هنا تطلع النفس للاحتجاج بهذا المرسل بمجيئه من طريق الأخرى هذا ما يتعلق بالجواب الأول كان هنا يقول وجود المرسل على شيء ما في نسلم لا.